والامن معضله في مدينه الدار البيضاء لان استفحلات هاد الظواهر ديال التشرميل وديال السرقات بالسيوف وهذا راه تيضر الصوره ديال المدينه كعاصمه اقتصاديه كيضر السياحه ديالها يعني تيضر بالمداخل ديالها وبالاضافه وفوق كل شيء هذا الشيء سلامه المواطن اللي كيعيش كي في الدار البيضاء هذا متفق معاك هو موضوع اللي ينبغي ان يتناول مبلغ دون تهوين او تهوين لانه بلادنا الحمد لله فيها الاستقرار السياسي فيها الامن مقارنه مع الدول الاخرى اللي كيخلى المستثمرين كيجيو عندنا ورجال والجو... الامن كيقوموا بالدور ديالهم ودون ان ادخل في اختصاصاتهم كنقول فعلا فيما يخصنا احنا كجامعة والاختصاصات اللي عندنا احنا كنساهموا من جهتنا باشياء يمكن خصها تطور ولكن اللي كنقوم به اولا على مستوى الاناره العموميه كنطبعوا كنتبعوا التطور العمراني ديال المدينه الاحياء الجديده الا كانت الاناره العميه راه كتقلص من الجريمه او السرقه الى اخره كنقوموا بعمليه ديال بت واحد منظومه ديال الكاميرات اللي هي كذلك كتشعر لا بانه في امين لا السائح عملناهم في الترامواي كلهم مهيئين مجهزين وكاين واحد المركز ديال الاستقبال كاين في الطوبيسات خدامين خدامين بطبيعه الحال وكانت نازل نوازل اللي الامن انهم ياخذوا التسجيلات باش يطلع على ويكتشف مجرمين وعندنا واحد المشروع اللي كان مهم جدا ديال ربط واحد الان دل... في دل... مدينه دل... الضباط دل... لقاو تمرير ديال الخطوط ديال الفيبر اوبتيك باش نديروا كاميرات في اغلب الكارفور ديال المدينه واللي غيكونوا مربوطين بواحد المركز من جهه القياده مركز القياده وتتبع لا ريكولاسيون دو ترافيك دونك عنده هدف ديال السيكوريتي الامني وعنده هدف ديال التدبير الذكي لتحرك السيارات إلا كان امبوتياج في هذه البلاصه كيمكن لك تحكم يوجه ب... يوجه هذا مهم هذا مهم. مهم داخل في اختصاص ديالكم هذا مشروع الجانب ديال التجهيز ووضع الكاميرات هذا مشروع حنا به لكن الاستغلال ديال المعلومات كاين جوج الطريقه كاين الامني هذا ما يختص ديال الامن ولكن كاين الاستغلال ديال الترافيك, الترافيك هذا بطبيعه الحال من اختص ديالنا واللي كتقوم به هي شركه ضرب بدل النقل مفوضه من طرف مجلس المدينه بهذا الخصوص